برحب فيكم اخوتي المشاهدين عبر شاشة نور الشرق بحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي اتبعني. حلقتنا الليلة هي حلقة خاصة، اليوم ضيوفنا هن شباب، شاب صبي وشاب دخلوا وعم يحاولوا يدخلوا إلى عالم الغناء، إلى عالم الشهرة، في عالم صعب الوصول إليه، ولكن هن عم بيحاولوا رغم كل الصعوبات، لأنه يمكن عندهم مواهب، يمكن عندهم أحلام بحبوا يحققوها بهالوطن هيدا. أنا بسرني رحب بالأنسي رشيل إيامي، أهلا وسهلا فيكي. كما برحب بالأستاذ فادي الفتال كمان، أهلا وسهلا فيك معنا الليلة بهالحلقة. يعني الليلة حلقة مميزة لأنه اثنينتكم مواهب شابة، واثنينتكم عندكم هيك ميل إلى الغناء وإلى الترتيل كمان. رح نتعرف أكثر عليكم، بس رح نمرق قبل غنية أنت يمكن عملتيها بعد الحادث الأليم اللي صارت ببيروت بأربعة آب. رح نسمع الغنية ونرجع نفوت بالحوار. دموزيل رشال، يعني كلنا انجرحنا بحادثة أربعة آب ببيروت، كل لبنان انجرح. شو اللي دفعك تعملتي هالغنية وليش تعملتيها؟ بصراحة مثل ما كلنا بلبنان وبكل العالم تأثرنا كتير بهيدا الحادثة والكارثة إذا فينا نقول، أو المجزرة اللي صارت ببيروت. كل العالم تأثرت، يعني ما بقى حدا من الولد الصغير للكبير. وأنا شخصياً وقت أتأثر بحب بيطلع مني كتير أعمال موسيقية وفنية. فبس كنت عم شوف هالمشاهد وشوف هالأشخاص يلي توفوا، طلع على بالي أنه عمل غنية للبنان. أنت حطيتي كلماتها مزبوط، يعني أنا ألفتك أول شيء، ألفت الكلمات وبعدين لحنتها، وهيدا اللي طلع معي، واكيد هذا الشيء بقدر اقدمه لوطني. طيب اذا بدنا نرجع معك، شو اللي دفعك الى الدخول في عالم الغناء؟ يعني لشو عم تطمحي بعالم الغناء؟ ليه فتتي هالعالم هذا؟ للشهره؟ لانه بتحبي الفن؟ لاي سبب؟ يعني انا صراحه من انا صغيره بحب غني، يعني هيدي مثل ما بيقولوا هوايه بتبلش معي. بحب غني من انا صغيره، ما في سبب معين له. يمكن كل حدا بحب يوصل للشهره، بس مش هدف الأساسي الشهرة. هدف الأساسي أنه بحب العالم تسمع صوتي، تسمع شو أنا عم بقدم. يعني مش ضروري أنشهر، أنا بيهمني أنه العالم يمكن يكونوا مش كتير كتار بس يسمعوا ويحبوا صوتي. استاذ فادي، أنت أبتي بلشت تحس أنه عندي صوت، الناس بتحب تسمعني،
او انا بقدر غني ويكون هيك يعني لي وجود بال بس غني او بس لحن او بس رتل يمكن 100%. بلشت بالكنيسة أنا من عمر 8 سنين وهون اكتشفت موهبتي، وفي كتير عالم دعموني من وقتها وقالوا لي لازم كمل وبلش اتعلم موسيقى، وهيك صارت. يعني الكنيسة هي كانت يعني فتحت لك المجال انك كنت بالكورال بالكنيسة ومن هنيك بلشت يعني 100%. تحس انه عندك الطاقة والقدرة انك تغني. صح، بلشت بكورال وشوي شوي صرت اخذ سولويات وشوي شوي صرت استلم اديديس لحالي، فمن وقتها بلشت فيها مزبوط. وكرشال كمان انت بترتب الكنيسة، يعني كمان بلشت بالكنيسة ولا لا مؤخرا فتت على الكنيسة بمعنى على الترتيل وهيك؟ يعني مش من انا صغيرة بس انه على عمر معين يعني فتت بالكنيسة وبجو التراتيل، لانه مثل ما بحب غني بحب كمان ارتل. طيب يعني الموهبه لوحدها بتكفي؟ يعني الموهبه ما بدها شغل عليها، ما بدها صقل، ما بدها علم، ما بدها متابعه، يعني لا اذا واحد عنده الموهبه هذا الشيء لوحده كافي؟ بلا اكيد الموهبه لوحدها ما بتأدي. يعني مثل ما فادي بيعرف وكل الموسيقيه بيعرفوا انه الله اوقات بيعطينا موهبه بس اذا نحن ما اشتغلنا عليها ما رح تتطور. يعني هاي وزني بدك تنميها تتعطي مفعول. مزبوط اكيد. كيف بينمي واحد موهبته؟ هلا اذا عم نحكي عن الصوت في فوكاليز بينعمل للصوت، وحتى في انه اهالي ما بيعرفوا انه الاولاد حتى من هن وعمر صغير يعني من 10 سنين او اصغر بيقدروا يعملوا فوكاليز لاولادهم. يعني ما حدا يقول لهم انه ما فيهم يعملوا فوكاليز. يعني هالصوت بده تمرين يعني وبده يتعلم نوتات يقدر يروح على الحان معينه. و مزبوط الموسيقى انا مش شاطر بعالم الموسيقى بس هلا عم بتعلم منكم وعلم الغناء. صح. يعني اكيد التمرين كثير بيهذب الصوت وبيحسن الاداء تبع الشخص اللي بيغني او يلي بيرتل، مثل ما بحيالله شيء يعني التمرين كثير اساسي بالموسيقى. وفادي انت كمان عم تشتغل على دراسه موسيقيه او على تظبيط الصوت اكثر؟ هلا حاليا ما عم بدرس لانه انا بعدني بالجامعه وعم بعمل هندسه وبعد عندي سنه تقريبا وبس خلص حاطتها براسي. مضبوط. يعني معقوله تقدر تدمج بين شغلتين، يعني بين عالم الهندسه اللي هو مختلف كليا عن عالم الغناء؟ يعني معقول الانسان يكون عنده اتجاهين هالقد ما بيلتقوا بمطرح ولا بيلتقوا بشي مطرح؟ انا مش عم هلا كنت مفكر انه كل وحده شيء بس قدرت ادمجهم ببعض واثنيناتهم انه بنبسط فيهم وقت اعملهم. وحده يعني وحده بقصدك رح تعتاش منها ووحده هي رح تضلها موهبه كل العمر ولا لا؟ ما حدا بيعرف، يمكن يصير شغل المزبوط هو الفن، ما حدا بيعرف. بس لهلا ما بعرف. هالقد بتحس انه الفن هو شيء جزء منك يعني بيعطيك سعادة؟ بيعطيني ثقة بنفسي. بيعطيك ساعة أي ساعة بتغني فادي؟ يعني لما بتكون حزين، لما بتكون مارق بمأساة، أو لما بتكون بمارق بحالة فرح، بحالة هدوء، بحالة يعني شو اللي بيدفعك تغني؟ أكيد بس كون معصب بس غني بفش خلقي. منيح يعني هذا دول التعصيب، منيح للبنانية يعني. ولا بكل الظروف يعني الغنى كثير منيح بالفرح بالحزن بكل شيء. رشال لما تكوني قاعدة هيك بين أصدقائك بين أصحابك يعني بتحبي تغيري لهم الجو، بتحبي تدخلي الفرح لقلبهم، بتغني لهم بتعملي لهم جو مثل ما بيقولوا ولا لا أنا بس بغني على المناسبات ووقت لازم وإلى ما هنالك أو بترتيلة أو ولا لا هو شيء عايش بحياتك بكيانك؟ لا اكيد الموسيقى عايشه بكياني مثل ما قلت، بحب انه كل ما اكون قاعدين مع اصحابنا بحيالله جمعه انه دائما غني واعمل لهم جو تا كلنا ننبسط. يعني بحب كثير بهمني انه فرح غيري صراحه بهيدي الموهبه اللي انا الله اعطاني اياها. يعني عم تستعمليها مش بس هي كهدف مصلحه او هدف تجاري، هو هدف سعاده يعني كمان هدف حياه. صح اكيد هي اول شيء هي هدف السعاده، سعاده لنفسي وللعالم اللي حواليه. هل لما بتغني عن جد بتشعري بالسعاده؟ يعني السعاده بتيجي من الغنيه اللي عم تحكيها الكلمات ولا من تطلع الناس لإلك؟ هو صراحه كل شيء كلهم من كل الميلات. يعني اول شيء كلمات الغنيه هي بتاثر فينا. بتقدري تعيشيها يعني؟ صح، يعني الكلمات بس الواحد يغني بيطلع مشاعره بيطلع كل شيء جواته، بدل ما تروح تحكي مع حدا انت يمكن بس تعصب او تزعل بتروح تحكي مع حدا، انا يمكن بغني بطلع كل المشاعر اللي جواتي ان كانت تعصيب او حزن او سعاده،
فهذا الشيء بيريحني انا نفسيا وكمان بيريح العالم اللي عم تسمعنا، لانه اذا انا كنت عم بشعر باحساس معين انا عم بغني، الشخص اللي قدامي تقدري تنقلي هالاحساس للاخرين، يعني انتوا عم بتغني بتحاولي تنقلي له هالاحساس، هالشعور اللي انت عم بتعيشيه تقدري تنقلي له اياه بالكلمات واللحن؟ يعني انا بجرب قد ما في اكيد، اعمل اللي علي، خليه يعيش هالشعور، تسال اللي عم يسمع اكيد. هلا بعد شوي رح نسمعك ورح نشوف اذا نحن رح نقدر نعيش كمان هالحاله هيدي. شو اهم الصعابات، الصعاب اليوم انت عم بتوجهها بهالدومين هيدا بعالم الغناء؟ انت اول شيء عم بتغني برات الكنيسه، يعني عم بترد برات الترتيل في غناء ولا بس ترتيل؟ هلا اكيد بعد هالوضع اكيد ما في شيء، بس في فتره عملت كذا حفله. بس انا البيس تبعي هي الاكليل، اكاليل باخذ اكثر شيء اكاليل واعراس وبس. شو الصعوبات اليوم عم بتواجهها؟ يمكن صار في كورونا وصار في حجر وممنوع الاعراس الكبيره، بعد حدا عم يعمل اعراس ويرتلو يعني بما هلا عم بيعملوا اعراس صغيره وعم عم بيتفادوا انه يجيبوا كورال، يعني عم بيوفروا ما فيهم العالم تعرف. وصراحه انا هلا كنت عم جرب فوت بدومين الفن واعمل كفرات وبلش، بس هلا الوضع ما عم بيساعد، بس عم جرب اعمل قدر ما امكن. هي صعوبه ماليه يعني ولا لانه كمان يعني العالم بتحس انه هلا بهالظروف ما بقى همها تسمع شيء جديد، ما بقى همها تسمع كثير موسيقى قد قبل، لانه العالم هلا صايره مشغوله بغير شيء، يعني الهم الاقتصادي اخذها لغير مطرح، الهم المعيشي، الهم الاجتماعي المرضي الى ما هنالك الوباء. يعني ما بتعتقد انه يعني تنصحهم انه العالم الواحد يسمع موسيقى، يسمع الغنية احسن، بيريح اعصابه اكثر ما يضل يسمع اخبار ويسمع 100%. انا مني وعلي اذا بدي ارتاح اكيد بدي اسمع موسيقى بفضل ما اسمع اقتصاد واخبار ووجع راس، بس في عالم العكس صحيح. رشال اذا طلبنا منك هيك شيء مقطع صغير، شيء ترتيلي لو بدون موسيقى، نحن بنعرف انه الموسيقى يمكن بتساعدك اكثر، بتفوتي بالجو اكثر، بس الصوت حلو، صوته حلو يعني كيف ما كان، ونحن عندنا كمان الثقه بصوتك، فحابين نسمع منك شيء هيك. اكيد زين، رح سمعكم ترتيله للعذراء. لمسبحت الوردي العذراء قلب الداهي، صلي هالعيلة بالبيت، حبي حبي بيت وبيت، تمشي فيها يومي. لا مسبحت الوردي، يا مسبحت الوردي، عذراء يا ام الكل، مسبحتك معنا بتضل، عذراء يا ام الكل، مسبحتك معنا بتضل، تحرسنا شو ما صار، نصلي لك ليل نهار، عذرا لكلك حنيه بمسبحة الوردي، يا مسبحة الوردي. نحن بنشكرك ميرسي كثير على الصوت الحلو، ميرسي، نشكر الله عليه. رشال اللي بترتلي بترتلي عم تمجدي الله ولا هو كمان نوع من غناء؟ هو تمجيد لله نوع من صلاة بتعتبريها، ولا انت نوع من غناء شيء اسمه ترتيل وفي شيء اسمه غناء عادي طربي او لا؟ انا بالنسبه لي شخصيا الترتيل هو تمجيد لله، هو صلاة، هو اعلى مستوى بالصلاة. يعني انا بس رتل، بس كون بالكنيسة او بالقداس عم رتل، بحس حالي اكثر فايتة بالقداس واكثر عم بشعر بكلمة الله من وراء الترتيل. هو القديس برناردوس بيقول اللي بيرتل بيصلي مرتين. صح، يعني مزبوط. انت بتعملي قديسين فرد قداس هلا. مزبوط. طيب لما بتكوني بالقداس بتحبي الناس تشاركك بالترتيلي ولا بتحبي تضلك سولو لوحدك تهيك تبيني اكثر تيطلع صوتك؟ هلا بدي اقول لك الصراحه، في ترتيل حلو يكون سولو، يعني عم ينسمع السولو فيها لانه يعني بيوصل اكثر للناس، واكيد ثلاث ارباع الوقت احسن انه الناس يرتلوا معنا. يعني نحن بالنتيجه ككورال او كالمرنمين شغلتنا هي انه نخلي الناس اكثر تفوت معنا بالقداس من وراء هالترتيل. فادي بتحس انه الدوله لازم يكون لها دور يعني بهالمواهب الشابه اليوم؟ انت يعني عم بتحاول تبني ذاتك، عم بتروح على الجامعه تتخصص من مالك الخاص، عم بتحاول
كمان تدخل إلى عالم الغناء بمجهودك الفردي وإلى ما هنالك. بتحس إنه الدولة لها دور بهالموضوع؟ بتحس الدولة موجودة بهذا الموضوع ولا قطاع مهمل؟ مش هلا أكيد مش الدولة مش عم تفكر بهذه النقطة خالص. هلا أكيد ما عم تفكر بهالموضوع، يعني خلينا نفكر بمواضيع تانية، بس الفكرة مش هون. نحن بنعرف من زمان وجر إنه الموسيقى منا كتير مهمة هون، ما عم بيعطوها أهمية بلبنان عكس برا تماما يعني، وللأسف صراحة يعني بيعتبروها مهنة ما بتطير، يعني ما بتطعمي خبز مثل ما بيقولوا، يعني كأنه لازم يكون في مهنة تانية مقابلة هي بتعيش منها، وهيدي بتدلها موهبة إذا اجت الشهرة كان به بهالتفكير هيدا. بس أنت ما بتعتبر إنه لا أهم من المال، الغنى هو شيء أهم من إنه شو المردود المادي؟ مزبوط، يعني هو كتلة أحاسيس، هو تتوصل صوتك، تتوصل إحساسك للناس، وهذا شيء بيبسط الناس صراحة، يعني غير المصاري أكيد. هلا أنت عم بتحاول شي مرة تعمل أغنيتك الخاصة، يعني تألف كلماتك هيك، ولا لا بتعتمد إنه حدا يكتب لك الكلمات؟ هلا بعد ما فكرت أكيد بهالموضوع، لأنه ما صار لي زمان فايت على هالدومين، يعني صار لي فترة صغيرة، وكنت عم جرب قال لي، ومثل ما قلت لك إجت هالكورونا، إجت هالأزمة كلها سوا، يعني فركشت كل الأمور. مزبوط. طيب رشال، لما بدك تكتبي غنية، يعني من وين بتجي الكلمات؟ من حادثة أليمة، من حادثة مفرحة؟ أنت عندك روح الشعر، عندك الموهبة الشعر؟ هو إذا بدك يعني أنا من قبل عندي موهبة الشعر، بس كمان الحادثة هي اللي بتأثر فيها تيطلع مني شيء، يعني أنا كثير يعني دائما في صدمة تطلع الكلمات. صح، أنا كثير أوقات ما بيطلع معي كلام، بجرب بشد على حالي تجرب ألف شيء ما بيطلع معي، بس وقت يصير حادث معي أو حادث بالعالم أو بلبنان، هذا الشيء معقول يأثر فيه ويطلعوا الكلمات منهم لوحدهم بلا ما تعمل إفار. دائما الحادث المؤلم هو اللي بيعطي كلمات، ولا بيكون بعد الأوقات لا حدث مفرح لازم بعد الأوقات؟ يعني لا أكيد في يكون مفرح، بس الحادث المؤلم بيعطي كلام أقوى، بيعطي مشاعر أقوى، بس أكيد كمان السعادة والفرح بيقدروا يطلعوا منه كمان كلام ومشاعر حلوة. قد ايه بتاخذ معك اذا بدك تحطي، يعني تكوني عم تحطي كلمات غنية، قد ايه بتاخذ وقت؟ يعني بعد الوقت بتطلع بسرعه، بعد الوقت يمكن تاخذ اسابيع؟ صراحه حسب الشخص، هو قد ايه مقدرته، قد ايه عم يقدر يستوحي من هالحادثه اللي صارت، هي بتخلي انه دغري يالف الكلمات او لا. يعني انا مثلا شخصيا بقدر دغري اطلع كلماتي بنهار او نهارين، واكيد بيصير في بعض التعديلات بخلال الجمعه، بس الاساس دغري بيطلع معي، يعني بنهار او نهارين بقدر اعمل. يعني الخطوط العريضه دغري بتبين معك، وبعدين بتصير في تفاصيل ادق يعني بالكلمات، بتصير صح يعني تحرريهم بطريقه ادق. اكيد تتزبط النص اكثر تيربق مع اللحن. وانت كمان بتحطي له الموسيقى، يعني بتعزفي كمان انت حضرتك؟ هلا انا بعزف جيتار من انا صغيره، تعلمت كمان، ما كان بقدر اعزف لو ما تعلمت. كمان اكيد الاله الموسيقيه بتساعدني كثير تقدر الف اللحن، يعني انا يمكن لو ما بعزف صعب كثير علي انه اقدر لحن. فهو الجيتار بخليك تتكل بالموسيقى عليه تقدر تلحن. طيب بس يعني الله عطيك ثلاث مواهب، زي ما نقول التأليف والغناء، الصوت الحلو والغناء والعزف، يعني الثلاثة سوا بيسألوا أكثر الموهبة، يعني بيخلوك تعيشي الكلمات أكثر، صوتك يعطي أكثر. صح أكيد، الآلة الموسيقية دائما بتدعم الصوت، بتساعده يطلع أكثر ما فيه. وهول الثلاث صفات اللي حضرتك سميتهم أكيد كلهم بيساعدوني تقدر أعطي أحلى شيء ما عندي ومن كل النواحي. فادي، أنا بعرف أنه أنت بتحبش تغني بلا موسيقى، بس إذا طلبت منك هيك شيء مقطع صغير قبل ما نروح إلى استراحة، بتحب أكيد يا رب ترتيلي صغيرة؟ إيه؟ انشوري النور يا أم النور في دربنا في قلبنا كي نلقى النور في ربنا يا أم الله يا أم الحياة يا مريم
وقتي شمس والقمر وكل نجم بأفلاك السماء سرى. استراحة اخوتي المشاهدين، خليكم معنا لبعد الاستراحة. برحب فيكم مجددا اخوتي المشاهدين بحلقتنا الليله، اتبعني بحلقه خاصه مع مواهب شابه. يمكن اول مره ببرنامجنا بنستضيف مواهب غناء وبترتل، يمكن كمان هودي الشباب عندهم هموم ومشاكل اليوم بعالمنا، كمان هن عم يتبعوا المسيح بخطوات اخرى وهي على طريق الترتيل وتمجيده بالصوت، ويمكن هيدا من افضل واجمل شيء بينعمل. رشال، هذا عالم الفن يعتبر عالم كثير فيه من التنافس والتجريح والى ما هنالك، هل في صعاب اليوم انت عم تحاولي تدخلي الى هالعالم هيدا، في صعاب عم بتواجهك؟ اكيد في كثير صعاب عم نواجهها تنقدر نفوت بهذا الدومين، ومنه من السهل ابدا خاصه على بنت انه تفوت بهذا الدومين من كل النواحي، يعني من النواحي الماديه ومن النواحي. هل الفن كليف؟ يعني اذا بدك تعملي غنية اليوم بتكلفك؟ يعني اكيد بدها كلفة مادية، بدك تكون عندك غنية، بدك كلام، بدك لحن، بدك تعمل فيديو، بدك توصل للعالم، بدك تسجلها باستوديو. يعني اليوم اذا بدك تنشري غنية بدك تدفعي عليها تطلع، بتكلف كثير. يعني الشخص يلي مش هو يعني اصلا التلفزيون بيطلع لك اياها او الراديو بلاش بيطلع لك اياها، ولا بده كمان يقبض منك؟ اكيد بده يقبض مني، الا اذا انا نزلتها على السوشيال ميديا. مثل هالايام صار السوشيال ميديا عم بهين هيدا الشغل علينا. اذا يعني حظي كان كثير حلو نزلتها على السوشيال ميديا مثل يوتيوب فيسبوك، اكيد معقول انه اذا انتشرت انه منهم لوحدهم الراديو ياخذها، التلفزيون ياخذها ويحطوا لي اياها. بس هيدي يعني من النوادر، يعني بدها تكون غنيه كثير حلوه وحظه للفنان احلى. يعني بس هو عالم صعب جدا دخول اليه، يعني في منافسه حتى غير شريفه. يعني فينا نقول للاسف، للاسف بلبنان في منه مستوى الفن اللي مطلوب عند كل الفنانين والفنانات. هلا بعد شوي بنسالك شو اهم الصعاب بالنسبه لكابنت لدخول هالعالم، بس فادي اليوم يعني اهلك عم يشوفوا فيك مهندس وانت عم تشوف بحالك انك بتحب عالم الغناء، ما في صراع بالبيت انه يا ابني شو بدك بهالشغله، خلينا نخلص بالهندسه ونروح نشوف شغله تفتح لك بيت وتشتغل وتتجوز، شو بدك بالغناء؟ هلا اكيد الاهل ما بيشجعوا على الغنى، اكيد الهندسه بالنسبه لهم اهم، بس هالقرار اول شيء بيرجع لي، لازم اكون انا مقتنع فيه، وانا مقتنع انه رح اوصل باثنين صراحه اذا الله راد، بس اكيد الاهل بيشجعوني اكثر على الهندسه. بيحاولوا شي مره يوقفوا بطريقك انه خلص بقى خلينا على هذا الخط، شو بدك بهيدي عم بتضيع وقتك هنيك عم تلتهي او الى ما هنالك؟ هلا ولا ما في هاي المعارضه الشديده؟ هلا اكيد اكيد كثير بيصير في خناق بالبيت من ورا هالموضوع، بس لو مش عارفين انه عندي قدرات صوتيه ما بيشجعوني هالقد. طيب رشال، انت كبنت اليوم عم بتفوتي الى عالم المشاهير، وهذا العالم دائما المشاهير يعني مش دائما هو عالم شريف اذا بدنا نقول، او عالم سهل او عالم نظيف. شو الصعاب اللي بتواجهيها انت كبنت مثلا يوم اذا رحتي تتغني بحفله، يمكن بعشاء الى ما هنالك، ما بتتعرض الى مضايقات معينه؟ بدي اقول لك شغله، هلا بطبيعه الحال لانه البنت دائما بتتعرض لمضايقات اكثر من الشاب لانه نحن بلبنان. هلا اكيد في اشخاص تستغل انه كون نحن بنات انه بيستغلوا هالموقف كرمال تيجربوا يوصلوا للبدهم اياه هن،
او كرمال يجبرونا مثلا سوري البسي هيدا الفستان، اعملي هيدي الحركه، بيكون انا ما بدي اعملهم هول الاشياء، او انه مثلا اعملي هيك، او مثلا بنجيب لك غير حفلات، بندفع لك اكثر مصاري. فاكيد هي بالنتيجه كل بنت بتحط الحدود يلي لازم تحطها. انت يعني بتاخذي قناعاتك وبتمشي عليها، صح. مش مهم المردود المالي او الشهره، قدام قناعاتك اللي انت هني خيارات نهائيه اذا بدنا نقول، وهي خيارات ادبيه. مزبوط، يعني بالنتيجه كل شخص فيه يحط حدود لاي شخص كان، حفاظا على كرامته وعلى اخلاقه وعلى الصوره اللي هو بحب يقدمها للعالم. واكيد يعني حيلا بنت فيها توصل، حتى لو بالطريق الصح فيها توصل، اكيد ما انا مضطره تاخذ الطريق الغلط اللي كلهم عم ثلاث ارباعهم تما اقول شيء انا عم يخطوه كرمال يوصلوا للشهره السريعه. يعني انت ما بدك الشهره على حساب كرامتك؟ اكيد لا، بفضل انه يمكن ما انشهر وضل انه شوي شوي عم بطلع درجه من انه يعني اعمل مثل غيري. فادي انا مش عم هبط لك معنوياتك، بس اليوم اذا انت حاولت حطيت كل مجهودك، حطيت كل طاقتك، ولكن مثل ما كانت عم تقول رشال انه عالم صعب كثير، منافسه فيه قويه، في كمان منافسه المال، يعني اللي عنده امكانيه الانتاج الاضخم والى ما هنالك، واللي بيقدر ينزل اكثر على وسائل الاعلام، يعني راح تكون الشهره له اكثر. حطيت كل هالمجهود وما وصلت الى مبتغاك، هل بتعتبر انه في احباط نوعا ما، او في، ولا ما بتفكر بهالنقطه كلها؟ هلا اكيد كل انسان ما راح يوصل، اكيد بده يزعل بالنهايه، بس الواحد لازم يجرب، لانه بلا ما يجرب ما بيعرف لوين راح يوصل. ف هل بتعتبر الانسان اذا حط هدف واشتغل عليه لابد ما انه يوصل؟ اذا درسها مزبوط واذا كان واثق منها اكيد بيوصل. ما في نقطة صعبة بالعالم، لازم يدرسها، ما في فوت هيك دغري على العميان، اكيد بده يعمل كل دراساته وبعدين، يعني بده يعمل حساباته قبل شوي. أكيد. مثل ما بيقول الكتاب المقدس، يعني لازم تعمل حسابك قبل ما تواجه عدو، قديش قدرتك تشوف اذا بتقدر تواجهه، يعني تعمل حسابك انه اذا عندك الموهبة الكافية، اذا عندك الوقت الكافي، اذا كل هودي بتحسبهم. اكيد، وما تنسى في كثير عالم اصواتها حلوة وما وصلت، لان مثل ما قالت رشال هالعالم كثير مجوي ما نضيف، فالعالم النظيفة ما وصلت. طيب اليوم في كثير مواهب شابة مثلكم موجودة، ما عم ينفتح للمجال، ما عم ليه ما بتعملوا مثل نقابة للمواهب؟ يعني هالناس اللي عندها مواهب، إذا بنقابة الفنانين يمكن بعد ما بيقبلوكم، هلا ما بعرف شو الشروط تا واحد يقبلوه بنقابة الفنانين، بس ليه ما بتعملوا مثل هيك هالشباب اليوم مثل نقابة للمواهب؟ ما بعرف إذا بتزبط الفكرة يعني عم بطرحها. بشو برأيك بدها تفيدنا هالنقابة؟ يعني إذا بدك شوي هيك يعني تجمع بخلي واحد يقدر يوصل ينشر غنيته، ينشر ينسمع صوته أكثر إلى ما هنالك بطريقة ما. هلأ نحن صراحة ندعم بعضنا كثير على مواقع التواصل الاجتماعي، نحن كفنانين الجداد اللي بعضنا طالعين. ما في غيري بين الفنانين الجداد. هلأ صراحة تنافس ونطفي على حدا. طيب. هلأ في منافسة أكيد. بس الشخص اللي عنده ثقة بشغله ما بيغار من غيره. بتقدري الآخر إذا كان عنده شيء حلو تعطيه، بتحطي له لايك، بتحطي أكيد له؟ أكيد لا، عن جد أنا بقدر وبعمل شير لكتير بنات بيغنوا، حتى بيغنوا ستيلي، بس أكيد يعني ضمن نطاق معين، لأنه بالنتيجة في بدل منافسة بيناتنا. بس أكيد بالعكس أنا بشجع وما عندي هالغيرة، كل واحد بيقدم الشيء اللي عنده وما حدا مثل الثاني، ما حدا بالنتيجه بيشبه الثاني، واذا مش نحن دعمنا بعض وكنا كلنا مع بعض، فانه مين بده يدعمنا؟ ما في حدا يدعمنا، فنحن لازم عن جد كلنا ندعم بعض كفنانين، الشابات والشباب طالعين جديد، كرمال تنقدر نوصل. يمكن نحن الليله عملنا هاي الحلقه كرمالكم تيكون انه عندكم مطرح لانه توصلوا صوتكم، توصلوا افكاركم، توصلوا غنيتكم، كلماتكم، احلامكم. يمكن نور الشرق هي نور لهالشرق ونور لهالشباب، يمكن نحن عم نحاول هيدا. انت موافقه على هالمحاوله اللي عم نعملها نحن؟ صح. ولا أكيد. ولا بغير محلها نحن مش شغلتنا الشغله لازم نحكي بس دين؟ لا اكيد بالعكس، انا بشكر نور الشرق على استضافتنا وبشكرك لانه عم تخلونا نوصل صوتنا للعالم، تعرف يعني الاشياء اللي عم نواجهها نحن، واكيد مثل ما قلت يعني. طيب فادي اليوم انت اذا بدك تتعرف على صبيه وتقول لها انه انا بتقول لها انا
مهندس ولا انا بغني؟ اي شو اللي بتقدمه؟ سؤال شو اللي بتقدمه اول شيء للبنت؟ بتقول لها انه انا مهندس ولا انا بغني؟ بقول لها عم بتعلم هندسه وموهبه الفن الغنى. طيب وهل يعني بتلاقي استحسان عند صبيه انه ايه انا الشاب اللي تعرفته عليه عنده موهبه، يعني بتقدر فيك هاي الموهبه ولا بتقول لو معه مصاري اكثر كان احسن؟ ولا مش عم تواجه هالمشكله؟ في كثير بنات هيك، في كثير بنات هيك هلا هالايام اكيد، لانه دائما اليوم نحن صرنا بعالم كثير مادي، يقاس الانسان بشو بيملك مش شو موهبته. يعني موهبه لوحدها بتقول لك شو بدها تعمل لي، يعني ايه صوته حلو بس انا شو بعلم اولادي بصوته الحلو، بفرش البيت بصوته الحلو يعني. بس اكيد بدنا نبش على البنت اللي ما همها كثير بالمصاري واللي همها بموهبتها. اكيد يعني انت بتحب تشوف فيك موهبتك اكثر ما تشوف مهنتك. اكيد يعني هاي الموهبه بتحس انه انت هذا الشخص اللي عم يبرز للناس لبرا، اللي قادر تظهره للناس، هي الموهبه. اكيد بالنهايه الهندسه مين ما كان في يفوت على جامعه ويتعلم هندسه حتى لو ما انه شاطر بيتخرج وبياخذ الشهاده. مزبوط، بس الموهبه الله ما بيعطيها لك. هاي معك حق فيها. طيب رشال، يعني انت بتقلدي الاخرين بالغناني، يعني بتاخذي غنيه مشهوره لفنان مشهور وبترجعي بتغنيها بصوتك، يعني هالشيء بيساعدك تتوصلي اكثر ولا لا ما بتحبي تعملي هالشيء، ولا لا الفنان مجبور يبلش من هنيك، يعني في مدرسه قبله سبقته، في ناس قبله سبقوه، لازم يمشي على هالخطوات هيدي. هلا تقول لك شغله، انه ايام قبل كان في بروجرامات بيطلعوا على التي في بيقدموا عليها مشتركين كرمال تا يوصل هوات وهيك استديو الفن وهيك. 100% هو اللي خليهم هالاشخاص اللي هلا هن عم بيغنوا معروفين بالوسط الفني انه ينشهروا. هلا نحن بايامنا ما في عنا غير السوشيال ميديا، هي اسرع واهين حال تنوصل صوتنا للعالم. فمن هالناحيه نحن عنا شيء جديد مثل شيء هلا دارج اسمه كفر سونج، بتاخذ غنية لحيالها فنان مشهور واذا بدك مش منقلد نرجع منعيد توزيعها ومننزلها بطريقتنا الخاصه بس ذات الكلمات بس صح، يعني بناخذ غنيته للفنان ونحن بنرجع بنوزعها بطريقتنا الخاصه وبننزلها. يعني هل عم هل بحق لك قانونيا تعملي هيك ولا هو مسموح اذا حبيتي تعملي؟ هلا هو ما يعني بعد ما له قانون، انا الصراحه استشرت كذا محامي بهالخصوص، بعد ما في قانون بيحدد لك انه بيمنعك ولا بيحدد لك. صح، هلا هو الفنان بحد ذاته يا اذا بيمنعنا شيء للغنيه، اذا مثلا هيدي الغنيه ضربت او اساءت لغنيته الاساسيه ولشغله، يا انه بينبسط بالغنيه اللي عملتها انا هي غنيته بالنتيجه وبيعمل لها شير عنده يعني على مواقع التواصل. مين الفنان اللي اكثر شيء هيك فعلا بتاخذيه مثل رمز مثل مدرسه انه فعلا يقتدى به؟ هلا اذا بدنا نحكي بلبنان اكيد السيده فيروز، انا يعني هي مثل الاعلى بتعلم. يعني مدرسة الرحباني هي هالمدرسة الأعلى شيء موسيقياً وكلمات وصوت، لأنه بتتعلم منهم أهم التقنيات، بتتعلم منهم طريقة الغناء، بتتعلم منهم الإحساس، الموسيقى الراقية، يعني هن أساس الفن بلبنان صراحة. وفادي أنت يعني شو اللي بيأثر فيك؟ يعني منو الفنان اللي أثر فيك أكثر شيء بمطرح ما بحياتك، بكلماته يمكن، بطريقة أدائه، بصوته، بألحانه؟ هلا يعني ما في حدا معين، لأنه يعني كل واحد بحب له شيء بصوته وبحب له أغانيه، بس يمكن بمير أكثر للأغاني اللي فيها أحاسيس، يمكن وائل جسار كثير بحبه. يعني كل شيء بيروح إلى العواطف وإلى الحب وإلى نعم. هيدا بتحب هالأغاني هيدي، يعني تبعد عن الأغاني الوطنية وال هلا بغني أكيد كل شيء، كل الألوان بغنيهم، بس أنا كثير بحب الأغاني اللي فيها أحاسيس. هل يعني الحب بيعنيك بالغنية؟ يعني بتقدر تعيشه؟ أكيد أكيد، مشان هيك في كتير عالم تقلي أنه بوصل إحساسه بالغنية. طيب. بوصلهم إحساسه. إذا بدنا نسمع منكم غنية مشتركة ما بعرف شو هي أو ترتيلي، فينا نسمع؟ أكيد. أنت الذي أعرف أقصى درجاتي صغري، وأنت لا تخاف أن تنزل علي وتنحني، تعال إلى قلبي يا كربانا ألهب بحبك، تعال
إلى قلبي فها قلبي يتوق إليك. كم أرجو طيبتك أن تهبني الموتى من الحب. يسوع اسمع صرختي واستمع صراخ حنان قلبي. تعال إلى قلبي يا قربانا ألهب بحبك. تعال إلى قلبي فها قلبي يتوق إليك. دايما عم تستعملوا ترتيل لأنه نحن إذاعة دينية ولا؟ لأنه أكيد بالنتيجة ما أنه غير ربنا. هل تعتبري أنه الغنية العادية ما بتمجد الله كمان بالكلمات بالأغاني العادية؟ ما فينا نمجد الله يعني إذا ما كانوا كلمات ترتيلة لما نغني للجمال لما نغني للحب، هيدا كمان مش شيء بمجد الله بتعتقدي؟ بلا أكيد، يعني في كتير أغاني فيك تعتبر منها أنك عم بتمجد الله، لأنه بالنتيجة هو الله خالق الحب والجمال وهالعالم، هو الحب كله يعني نحن بالآخر عم ناخد منه ونحب بعضنا. طيب اليوم أنت عم تشتغلي أكيد شغلة تانية، أنت منك عايشة من الفن ولا أنه قادر الفن هلأ يعيش، أنت بك تصرفي على الفن هلأ. هل بالعمل بتحسي أنه بعد الأوقات أنه ايه ما هي رشال اللي بتغني يلا هلا بتغني لنا، بصير يعني هالشباب والصبايا اللي حواليكي انه بيستغلوا يلا هات نسمع لنا شي غنيه بدل ما ندور راديو وندور رشال؟ ايه مظبوط، يعني كثير اوقات بتصير معي بمكان العمل او بغيره انه العالم بتحب تسمع بس يعرفوا حدا صوته حلو بيحبوا يسمعوا صوته، فانه اهم شيء انه الفنان ما يدخل على حدا ويضل ويعطي من قلبه. بس بيقولوا انه الفنان اصعب شيء لما تقولي له غني، يعني بصير بتملئيه تيغني ببطل بده يغني. صح، هو بحب على طول يغني بس تطلبي منه بيوقف. ليه هال بس تكون هيك مجموعه صغيره ويجوا كلهم انه ناطرين منه شيء تيغني او يرتل، انه بتحسين انه جايين يتسلوا يعني مش جايين يسمعوا عن جد. ونحن مش دائما بنكون بحاله قادرين نرتل او قادرين نغني او نطلع اللي جواتنا، يعني مش دائما الواحد بيقدر يعمل هالشيء. رشال حكيت عن شيء مهم، مش دائما قادرين نرتل او نغني هل انت فعلا في مطرح عن جد مش قادر تكون تغني او ترتل؟ يعني هو غير انه اذا مش قادر او شيء، انا حسب المود كمان. ما هذا هو، يعني اذا كانت نفسيتك تعبانه بعد الاوقات انت مش قادر تعطي الناس أكيد او ترتل. اكيد اصلا طاقه صوتي ما بتسمح لي غني اكيد، اذا يعني بيبين حزنك بصوتك اكيد. يعني اي جو اي عالم بدك تكون واحد عن جد قادر، يعني بده يكون مرتاح نفسيا، بده يكون مرتاح اجتماعيا اقتصاديا، شو بده يكون الوضع؟ هلا انا اذا كنت بدي اكون انا مرتاح نفسيا اول شيء وده بيوصل للعالم. اذا عندك فرح مشاكل ماليه وهيك ما بتقدر؟ لا مش اكيد بدي اتاثر لحالي بس ما باثر العالم معي اكيد. ومثل ما قلت لك اذا العالم بتسمع فرح بقدر اعطيهم الفرح، واذا بتسمع حزن وتفوت بالكآبه اكيد بقدر كمان اعطيهم حقيقه. بتقدر تنقل الناس الى حاله فرح لو هن بكآبه، وبتقدر تنقلهم لو هن بفرح الى حاله كآبه من وراء الغنيه اللي عم تغنيها، من وراء الترتيب يعني قادر بصوتك تغير نفسيتهم والمود طبعا. اكيد اكيد، واكيد كاركتير بيعطي كمان دور بالموضوع اكيد، انه بدي اعطي كاركتير بالغنيه، بدي اعطي حياه للغنيه اذا فيها فرح اكيد. طيب بالجامعه كمان بتواجه ذات الصعاب اللي عم تقول عنها رشال؟ مش ذات الصعاب، ذات هيك التجارب اللي بتجي بالشغل، يعني مثلا الشباب معك بالجامعه يلا بصيروا يدقوا لك على الطاوله. ايه مثلا انا الصبي المعروف اللي بدي غني، بصيروا هن مثلا يبلشوا لك بيعزفوا لك على الطاوله مثلا انت بتصير تغني وهيك، هالشيء بيعطيك فرح يعني وبتحب تفوت بهالهي ولا تحس بعد الوقت بدهم يتسلوا الشباب بشوقت؟ لا اكيد، ما اكيد تنبسط يعني انه من العالم اللي بتقول لك غني اكيد انه هي موهبه مهمه صراحه. اليوم نحن بعالم دارج كثير الاعراس وبيروحوا الناس الى الاعراس، حفلات الاعراس يعني مش بالقداس، عم نحكي بالسر الزواج بعد الزواج بعد الاكليل بيروحوا الى الاعراس بيعملوا عشاء والى ما هنالك.
هل هذا العالم اليوم هو المطلوب؟ يعني هذا سوق العمل المفتوح قدامكم أكثر شيء؟ صح، يعني نحن أكثر شيء هلأ إذا بدك عم نخدم الأعراس، دائما الحفلة اللي بتكون بعد الإكليل عم نقدر نغني فيها، لأنه العرس ما بيوقف. يعني مثل ما شايف نحن هلأ بفترة كورونا وبزمن المرض والحالة الأزمة الاقتصادية والحجر وإلى ما هناك، صح، بس العرس ماشي. العرس ماشي، يعني إذا بدك نحن هلأ بعدنا أكثر شيء عم نروح ناخد أعراس، عم نقدر نغني ونرتل فيهم، بس غير هيك ما في أبدا ولا باب مفتوح قدامنا بهالوضع. يعني ما في، إذا بدنا نقول مطاعم، سهرات، شغلات عادية ما في. هلأ أنا شخصيا أنا يعني ما عم بقدر روح، يعني ما عم بلتزم الحجر منزلي، وان شاء الله يكونوا عن جد كل العالم عم بيلتزموا الحجر، لانه هذا شيء كثير ضروري تنخلص من هالمرض. انت كبنت ما بتلاقي صعوبه بعد الاوقات بهالسهر الطويل مثلا بالاعراس والى ما هنالك، والتسريب بنص ليل والى ما هنالك، بهالوضع هيدا بتلاقي صعوبه؟ هلا بدي اقول لك شيء، انه انا شخصيا كل حفلاتي اللي بتكون عبكير، يعني ماكسيموم اذا بدك تحكي الساعه 9:30 ل 10:30، ما في عرس، الاعراس كلها بتخلص 12 وحده، واكيد يلي بيغني ما بيغني باخر العرس، بيغني بالاول او بحيلا سهره او حفله. نوع الموسيقى اللي انا بقدمه ما بيخلي انه انا كثير طول بالغنى، ف لا ما عندي، مش كثير عم بيكون عندي، ما عندي هلا هل يمكن بس اتجوز بعدين ما بعرف. ان شاء الله قريبا. طيب فادي، بتحس انه اعراسنا فيها كثير من البذخ؟ يعني هلا يمكن الوضع الصحي خلينا شوي هيك نزمزم شوي او نضبضب شوي، والوضع الاقتصادي كمان يعني، بس كنا بمرحله ما اعراسنا هي اوفر كثير. هلا هو حسب كمان كل انسان قد ايه قدر يدفع، بس انه بالنهايه هي بتنعمل مره بالحياه، واذا هن متفقين على هالشيء البذخ وهيك اكيد مش غلط. يعني بتعتبر وجود مغني يعني مباشر بالحفلة بيعطي العرس أكثر هيك رونق وفرح و 100%؟ أكيد أنا أحلى من دي جي. أنت تقدر يعني تخلي المجموعة تقوم ترقص وتفوت بالجو ويصيروا عن جد بحفلة عرس؟ أكيد. يعني كثير هالقد مهم المطرب؟ إيه، بيعطي غير إمبريشن للعرس، يعني بجو العرس أكثر. رشيل، عن شو بدنا نسألك وما سألناك؟ شو بتحبي تحكي كمان بعد؟ طيب رشال، اليوم عم ينعرض سفر لبرا كمان، يعني في بيجي حفلات خارج لبنان او الى ما هنالك، يمكن كشاب هين علي سافر وفرصة مناسبة، يمكن كبنت الوضع بيصير اصعب؟ صح اكيد، يعني البنت ما فيها للأسف تكون لوحدها، يعني دائما بده يكون مع حدا، افراد من عائلتها او شخص، يعني دائما بده مرافق. ايه بده يكون مرافق، واكيد يكونوا شباب او شاب، يعني ما بده يكون حدا توثق فيه، حدا دائما يكون حدا يسندها، لانه بتتعرف. وبدك تعرفي الفريق اللي رايحه معه، يعني الناس اللي داعينك لبرا او المنظمين الحفله، يعني كمان بده يكون عندك اطلاع عليهم. أكيد. ما فيك تروحي هيك الى، يعني بدنا نكون اكيد كل شخص بده يسافر لبرا لازم يعمل كامل ابحاثه ويتاكد، لانه يمكن في كمان تنصيب واشياء من هيك. اكيد بده يتاكد ويكون اخذ حقه قبل بوقت، ماديا ومعنويا، قبل ما يروح على حيال سفره كرمال يضمن حاله وحقه. نحن كنا بنتمنى بعد نسمعكم اكثر، بس بتعرف الوقت كله محدود ومعدود علينا بالدقيقه. فادي، شو بتحب تقول باخر هالحلقه؟ بدي اشكرك انه استضفتنا بهالحلقه الحلوه، خليتنا نوصل صوتنا، لانه عن جد كان لازم حدا يسمعنا. لانه بتحب تقول شيء لوزير الثقافه؟ لا. بتحب يكون في وزاره لل للفن، للموسيقى؟ اكيد اكيد، كل واحد، كل فنان بيتمنى، كل واحد بيغني بيتمنى يكون في هيك شيء. رشال، بتعتبري انه هي ثروه لبنان؟ يعني في ثروه مش عارفين قيمتها عند هالشباب بالعالمنا، يعني نحن فنانيننا كلهم مشهورين بالعالم العربي، يعني الدولة مش قادرة تقدر هالثروة اللي عندها إياها ومضيعتها؟ عن جد للأسف أنا حسب ما شايفه إنه في ثروة كتير مهمة فنية بلبنان، ومش بس بالوطن العربي، فيها توصل عالميا. الموسيقى هي بتوحد كل العالم وكل البشرية، ولازم أكتر يدور الضوء. هاي اللغة بيفهمها كل الناس. صح،
هاي اللغة بيفهمها كل الناس. إذا غنينا عربي العالم بغير لغات تقدر تفهم وتسمع وتحس، موسيقى بتوصل لكل الناس صح. فأكيد لازم يكون في تركيز شوي عليها مثل ما في تركيز على غير أشياء بالعالم. دمازل رشاد إيامي، أنا بدي أشكرك على الحلقة، كمان أستاذ فادي فتال كمان بدي أشكرك، بشكركم إخوتي المشاهدين، على أمل اللقاء فيكم الأسبوع القادم. بستودعكم سلام المسيح.